مرحبا بحضراتكم في ملف خاص بنطرحه للنقاش مع المعنيين بأمره، حيث طلعتنا وسائل الإعلام بالأمس عن خبر الإعلان عن إطلاق مصر قمر صناعي جديد غدا الأربعاء من قاعدة بايكونور الروسية بكازاخستان، وأن هذا القمر خصص لأغراض التنمية. بحسب خبراء الفضاء، إطلاق إيجيبتسات أو هذا القمر يعد أكبر نقلة من نوعها في الشرق الأوسط بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة. ولكن السؤال هو، ما الذي يعني دعم هذا القمر الصناعي للوجود المصري في الفضاء؟ دخول البلاد في مرحلة امتلاك تكنولوجيا الفضاء، أن تصبح لدى مصر القدرة على إنشاء وكالة فضاء مصرية. وقد يتبادر إلى أذهان الناس في الشوارع، هل اكتفينا من حلول لمشكلات الأرض حتى ننظر إلى الفضاء؟ كل هذه الأسئلة وما تبادر في أذهانكم هنحاول إن احنا نجيب عليها من خلال ضيفنا في الاستوديو اللي بيشرفنا، دكتور مدحت مختار، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. برحب بحضرتك ومبروك علينا جميعا إطلاق القمر الصناعي المصري إن شاء الله غدا. أولا كل الشكر لهذه الدعوة الكريمة، مبروك لمصر القمر الجديد اللي هيعوضنا عن القمر اللي فقدناه، مبروك لمصر الكوادر اللي قدرنا نعوض بيها الكوادر اللي سابتنا من المشروع الأولاني، وفي توقيت كنا أمس الحاجة ليهم عشان نقدر نكمل المسيرة. هنعرف من حضرتك كل هذه التفاصيل بالتفصيل ولكن دعنا نستمع في البداية لدكتور محمد القوسي، مدير مشروع القمر الصناعي المصري، يعطينا بعض التفاصيل عن هذا القمر. هذا هي استفادة بلا حدود، لأن كل دول العالم دلوقتي بتعتمد على صور الأقمار الصناعية إن هي تستخدمها عشان نواحي التنمية المختلفة. فاحنا بادئ زي بيت عندنا استخدامات في مجال البيئة، عندنا استخدامات في مجال التخطيط العمراني، عندنا استخدامات في مجال الزراعة، عندنا استخدامات في المياه الأماكن المياه الجوفية، واستخدام مهم جدا وهو دراسة منابع النيل ومشكلة المية المثارة حاليا. كل الدراسات اللي معمولة على مشكلة المية بتستخدم صور الأقمار الصناعية، وحاليا دلوقتي الإضافة هي إيه؟ إن إحنا عندنا القمر بتاعنا، وقت ما نكون عايزين الصور دي بالجنة، لأن الناس بتقول طب ما احنا نشتري الصور، عشان تشتري الصورة هتجي لك بعد 15 20 يوم وتكون المعلومة اللي فيها مش حديثة. احنا بالقمر ده بناخد معلومات حديثة لحظية بنبني عليها القرارات بتاعتنا، وخصوصا في معالجة الأزمات. بيقولوا تكنولوجيات الفضاء هي أعلى أنواع التكنولوجيات، واحنا الحمد لله بإذن يعني الحمد لله في المشروع اللي احنا بنشتغل فيه ده طبقنا أحدث التكنولوجيات. والإضافة أن إحنا استخدمنا المهندسين المصريين والأخصائيين والباحثين المصريين في التعامل مع هذه التكنولوجيا، وده حيؤدي إلى إيه؟ حيؤدي أن إحنا في سبيلنا لامتلاك التكنولوجيات المتقدمة دي. لما نيجي نعمل الأمر الثاني إن شاء الله هيبقى نسبة عالية جدا من التصنيع ومن التكنولوجيات المضافة هي بتاعة مصر، وده في حد ذاته إنجاز عظيم جدا. نعود لضيفنا في الاستوديو دكتور مدحت مختار، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد. دكتور مدحت، يعني دكتور محمد القوسي توقف عند جملة أخيرة، إن في المرحلة القادمة هيكون لمصر النسبة الأكبر في التصنيع وفي الامتلاك التكنولوجيا. وسؤالي إن هذا القمر الصناعي الجديد يعني قيل إنه بيساهم في دعم الوجود المصري في مجال الفضاء، كيف؟ هوضح حاجة مهمة قوي، إن إحنا لا نرتجل ولكن عندنا مرجعية، الدولة عايزة إيه؟ سنة 98 أساتذتنا العظام قعدوا ركزوا كده وحطوا حاجة اسمها استراتيجية مصر في الفضاء، وعملوا خارطة الطريق، وللأسف ضلينا الطريق من فترة. اللي بنعمله النهاردة ده المفروض كان يتم في 2005. خارطة الطريق بتقول ايه؟ بتقول هنطلع القمر الاولاني، وبعد ما يخش مرحلة التصنيع لازم نبدأ في تصميم القمر اللي بعده،
ويحصل اوفرلاب، الاثنين يتواجدوا مع بعض في الفضاء، وقبل ما ينتهي عمر القمر الاولاني لازم يكون القمر الثاني طلع. تصميم مصري؟ التصميم يكون مصري؟ كان المستهدف مع القمر الثالث يكون تصميم مصري 100%. انا رجعت لاساتذتنا، اول استراتيجيه كان معالي الوزير عمرو عز السلام هو اللي اعتمدها، رغم انها كانت اقرت او اتعملت في 98. سالته قلت له هذه الاستراتيجيه الجميله لماذا لم تنفذ؟ قال لي ما فيش اراده سياسيه، ما كانش في رغبه في الدوله. يا حضرات يعني يا حضرات كيف ومن هو المسؤول عن ذلك؟ الاستراتيجيه دي ما انا هقول لحضرتك، هو للاسف طبعا هناك الكثير من الامور لا يوجد احد في مصر معني بها. في هذه الاستراتيجيه بتقول توابع عدم تنفيذ مثل هذه الخطوات في هذا التوقيت على وضع مصر اقليميا وسط الدول العربيه وافريقيا. عدم تنفيذ هذه الاستراتيجيه خلتنا نتزايل خمس دول افريقيه، قائمه فيها خمس دول افريقيه وخمس دول عربيه. في يوم من الايام انا خارج لقيت في تجاهم على وش الناس كلها، اتغلبنا بمصر في الكوره مش عارف كام. الله، ولو لما يعرفوا هذا الخبر اعتقد انطباعه مش هيكون بالسوء بتاع هزيمه مصر في الكوره. اعتقد الدنيا مش هتقوم وتقعد. وانا بقول يا جماعه احنا وضعنا الراهن سيء جدا. طب ما الذي حققناه الى الان يعني باطلاق هذا القمر في هذه الاستراتيجيه التي يعني كان المفروض ان تنطلق من 98؟ هذا القمر زي ما قلت لحضرتك في البدايه هو تعويض عن القمر اللي فقدناه. وكان في سنه 2005 كان المفروض نبدا في تصميم القمر الثاني اللي هيتواجد معاه في الفضاء في نفس التوقيت. احنا بدانا فيه من السنه اللي فاتت. الكوادر بتاعتنا الحمد لله في ناس من اللي سابونا رجعوا، وقدرنا نعوضهم بشباب جميل جدا اللي انا بثق فيهم بدرجه عاليه جدا. ساهموا في ايه في نفس هذا او هيساهموا في ايه في دول بيصمموا هذا المشروع؟ بيصمموا كل صغيره وكبيره في هذا الامر. اعمارهم تتراوح من قد ايه يا دكتور؟ من كام لكام؟ بص حضرتك، انا سعيد اولا بالبدايه ان شفت الدكتور القوسي. طبعا هو الدكتور القوسي مع عدد قليل جدا من السينيورز اللي كانوا بتوع برنامج الفضاء هم اللي موجودين دلوقتي. ومش قادر ادعمهم، وبقول لهم معذره وبعتذر لهم كتير. كل واحد منهم قايم بدور خمسه وسته في انتظار الفرج، وان شاء الله الفرج يبقى قريب. ايه هو الفرج اللي بينتظره هؤلاء الشباب؟ محتاجين كوادر بشريه. انا الشباب اللي بقول دعمته في خلال 2013 اقول لحضرتك طلبتهم امتى؟ طلبتهم في ابريل 2012. مين اللي صدق ليهم ان هم ينضموا لينا في فبراير 2014؟ معالي الوزير ابراهيم احلب. سنتين بقى طالب ب 54 واحد جالي التصديق ب 28 ونقول الحمد لله. لكن علشان اجيب كوادر تغطي جميع التخصصات اللي محتاجينها في الوقت الحالي، لا الموضوع كبير. الموضوع عايز وزاره الماليه ترضى عننا زي ما وزاره التخطيط راضيه عننا. احنا وزاره الماليه بالنسبه لنا دلوقتي قافله كل الميه والنور. بس هذا المشروع يعني حينما نتحدث عن انه انطلاق لمصر ووضع مصر في نقدر نقول يعني منظومه الفضاء العالمي، وان هو ممكن يعيد بالكثير ويعيد بالكثير كمان في مكانتها، كيف يمكن ان نرفضه؟ الرؤيه غير واضحه، الرؤيه غير واضحه. لدى مين؟ لدى مين يا فندم؟ قيادات الدوله الجديده كلهم. معالي الوزير ابراهيم محلب بيعرف هيئه الاستشاره عن بعد اكتر مني، دي بس معلومه عشان وهذه فرصه لا يمكن ان انا افوتها طبعا. لكن النقطه ان هم مع تغيير القيادات، نقول مثلا وزاره الماليه يقولوا لي انتوا مين؟ ما سمعناش عنه. طب انتوا بتنزلوا لنا في انهي باب من ابواب الميزانيه؟ هم ما يعرفوناش خالص، ما يعرفوناش خالص. المشكله طبعا بعد الثوره وتغيير القيادات ان احنا قيادات جديده ما تعرفناش، وبالتالي احنا بنسعى الى ان احنا نعرف نفسنا ليها. وبمجرد ما بنعدي هذه الخطوه نرجع تاني نقطه زيرو مع تغيير قيادات اخرى ووزاره جديده. العمليه صعبه، احنا محتاجين استقرار. من وجهه نظرك الحلول هتكمن في ايه؟ الحلول الاستقرار. لا ازاي؟ هل الاستقرار بصفه يعني الاستقرار في البلد بصفه عامه؟ طبعا. ام الاستقرار في تكوين هيئه ما تضم ما هو استقرار الدوله
استقرار الدولة هو اللي هيحقق استقرار في الكيانات اللي بننادي بيها. أعتقد خلال كذا شهر فاتوا كنا بنقول وكالة الفضاء وكالة الفضاء. وكالة الفضاء دي المفروض أنها معنية ب 17 اختصاص لا يوجد أحد في مصر مسؤول عنهم. يعني أنا وإحنا بنتكلم أنا ممكن أقول أدوار أنا بقوم بيها مش بتاعتي. ولما يجي ترفع زي ايه فندم ال 17 اختصاص عشان اقرب الصوره اكتر للاسف. هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا. احنا كنا بنمتلك قمر. الوكاله كانت بتقول ايه او الاختصاصات الوكاله بتقول ايه؟ بتقول ان القمر دوت انا اقدر اشارك فيه مع دول اخرى. لو اشتركت فيه مع خمس دول وكل واحد عنده قمر بقى عندي كم قمر؟ خمس اقمار. الخمسه هيصوروا لي مصر واروح اصور الدول الاخرى. مين اللي عنده ال الاوثوريتي مين عنده السلطه في ان هو يتفق على هذه الاتفاقيه؟ وده مش مجرد ورقه ميدي ده فيها التزامات فنيه وماليه ومين المسؤول؟ ما ينفعش انا مهندس استشاري انا في القانون بتاع انشاء الهيئه ما فيش كلام ده خالص ولا حتى بيقول لي ان اعمل برنامج فضاء ولا اطلق اقمار ولا كلام من ده خالص. هل بوجود وكاله الفضاء طبعاً المصريه من الممكن عمل كل ذلك؟ طبعا طبعا لازم هي اللي تنظم. مصر ليها انشطه كثيره جدا في الفضاء وبنرتجل فيها بصوره غير طبيعيه. فين يا فندم؟ يعني اعتقد اغلب الناس ما تعرفش ان مصر ليها انشطه متعدده في مجال الفضاء ولا حتى في مسؤولين كتير يعرفوا هذا الكلام. طب حضرتك اذكرها لنا على سبيل المثال عشان عشان الناس تشوف الرؤيه واضحه. كان لي عظيم الشرف ان اشترك في وزاره الطيران المدني في اعمال تخص منظومه الملاحه المصريه. حد سمع عنها؟ حد سمع عنها؟ المنظومه دي كانت المبادره بتاعتها بدات في 95. اتقال افريقيا لازم تتطور، لازم مصر تدعم التنميه في افريقيا، لازم ننشئ منظومه ملاحه جويه نقدر نساعدهم بيها، وبدون مصر مش هيقدر يعملها. بالفعل. وده اللي هيعزز وضع مصر، ده اللي هيخرجنا من الوضع المهني اللي احنا فيه. كان في حينه المشكله مشكله ماليه وكانت الاماكن متوفره فوق في الفضاء. واتطرحت واتقفلت واتطرحت واتقفلت. ده الكلام ده كان سنه كام؟ من 95. من 95. وصلنا في 2010 الفضاء تم احتلاله بالكامل. وليس لنا مكان. ولا توجد موازنة برضو. في الحقيقة أنا في هذا التوقيت أنا كنت مرشح كنائب رئيس الهيئة. ولما عرفت هذا الوضع أنا قلت شكرا أرجو قبول اعتذاري وانضميت لهذه المنظومة. ليه بقى حضرتك؟ لأن الاستشاري الأجنبي قال ساعتها احتمال أن أنتوا تطلعوا ده 0%. ما لكمش أي فرصة أن أنتوا تتواجدوا في الفضاء. التواجد في الفضاء ده امتداد للارض. التواجد في الارض اي دوله في العالم بتعتبر تواجدها في الفضاء ده امتداد لارضها ومكانها فوق بتحميل قوانين الدوليه. اذا احنا في قدام معركه ومعركه شرسه ان احنا نوجد اماكن لمصر فوق. هل يمكن ان نكسبها في هذا التوقيت وبعد ما نقوم به دلوقتي؟ يعني مثلا بعد ما نبتدي نسمع ان احنا نطلق قمر صناعي جديد وخاص بالتنميه وان احنا بصدد ان نطرح فكره وكاله فضاء مصريه على من يسمعنا يعني من المعنيين، هل كده ممكن نلحق اللي ضيعناه؟ انا هذه المبادره او هذه الشركه هي اول حاجه جت في ذهني اول ما هيك قلت لي احنا لينا ايه في الفضاء. بعد اربع سنين وبقول عليها دي قصه كفاح ونجاح لانها انتهت بالنجاح. طبعا. 0% اقتربت من 100% دلوقتي. واصبح لنا اماكن فوق ومسجله او تقريبا مسجله في المنظمه الدوليه للاتصالات. وليس لمجموعه العمل اللي هي كان عددها يزيد لا يزيد عن 5. لا ده في جهاز تنظيم الاتصالات كان له دور رائع، كان له دور رائع. احنا اول ما بدانا في 2010 قالوا لنا 188 دوله ومنظمه ومشغل قمر صناعي روح نسقوا معاهم علشان يسمحوا لكم ان انتوا تطلعوا. مع اول جوله نزلوا 111. اربع سنوات وزاره الطيران المدني شالت شيله مش بتاعتها. وزاره الطيران المدني صرفت على هذه الملفات مبالغ خرافيه علشان تجيب ناس تشغلهم ويسافروا وينسقوا والكلام ده كله.
انا كان لي الشرف ان ابدا معاهم وما زلت معاهم باتفاق وزاري ان انا ما زلت بدعم التنسيق على الترددات لصالح هذه المنظومه. هقول لحضرتك المعاناه، هقول لحضرتك المعاناه. انا من شهر كنت في امريكا بنسق مع وزاره الدفاع الامريكيه. بننسق على كام؟ عدد مهم من الاقمار يعدوا المية. خلاص؟ فوق الاقمار دي فوقينا احنا، فوقينا احنا. انا معلش طبعا مش عايز حد يزعل مني من الشركه، لكن وانا مسافر قطعوا لي التذكره فيها ترانزيت 8 ساعات في هيثرو. طب ليه؟ انا مش واخد على كده، مفيش فلوس، مفيش فلوس. طيب ده امرها سهل، لكن النقطة الأخطر الملفات ديت اللي عانينا منها مصيرها إيه؟ لو الدولة ما اتحركتش، لو الدولة ما اتحركتش، لأن هذه الأماكن هي امتداد لأرض مصر، لو إحنا عايزين نسيبها، لو إحنا عايزين نسيبها يعني حد يقول لنا سيبوها وما تصرفوش عليها ومتشكرين، ولكن الخسارة هتكون فاضحة ولن يوجد لنا مكان آخر فوق. احنا بنشير ب نقدر نقول ايه بعلامات الخطر لترك مثل هذا الامر، ولكن عايزين نتكلم على الانجاز اللي تم، ان احنا دلوقتي بصدد اطلاق قمر صناعي بكره الاول في مجال التنميه. ايه اللي ممكن يعيده على مصر اقتصاديا امنيا؟ ازاي ممكن يخدمنا في المجالات المختلفه؟ قيل انه هيخدم في الزراعه وفي البيئه وفي التعدين، ازاي؟ هذه حقيقه طبعا. بس حضرتك اولا هو مش القمر الاول، لان القمر الاول فقدناه وكانت الاستفاده منه كبيره جدا. امتلاك قمر هو زي ما الاستاذ العظيم هو استاذي فعلا الدكتور محمد الروسي قال، ده بيقدم بيانات لكل الجهات المعنيه بالتنميه. احنا بنشتغل مع كل الوزارات بنشتغل معاهم ولا نكرر عملهم. وزارة الزراعة، الري، البترول، البيئة. كمثال وزارة الزراعة، احنا مع وزارة الزراعة احنا بندير أكبر مشروع تعرفه يعني حاليا في مصر، ولا يتم إلا في الدول المتقدمة جدا في أوروبا وأمريكا، بهدف حصر الزراعات، تقييم المحصول بتاعنا. ده هيتيحه هذا القمر؟ طبعا. حصر اي تعديات موجوده على الارض. احنا المشروع ناجح، مشروع ناجح في خلال 6 شهور اللي فاتوا وامتد 4 سنين، ولولا وجود الدكتور ايمن اللي هو وزير الزراعه، وهو طبعا وزير الزراعه ولكن بقول احد العلماء المصريين اللي بكن له كل تقدير واحترام لفكره والعلم الراقي، ما كناش نقدر نقوم بهذا العمل. طب قيل ان من ضمن الادوار التي سيقوم بها هذا القمر ايضا تامين الحدود المصريه. تمام. الى اي مدى ممكن ان هو يساهم في هذا التامين؟ ده امر طبيعي ان انا القمر بتاعي وفي المهمه بتاعته بخليه يصور لي الحدود. سواء للتأمين أو لأي تعديات موجودة عليها. ولكن هو أمر واحد لا يكفي. احنا نتمنى أن عدد الأقمار اللي نقدر نوظفها في هذا المجال يكونوا 10 أقمار، مش لازم بالضرورة أن كلهم يبقى بتوعي، ولكن أنا ممكن يبقى عندي 2 وأشارك بمجموعة أخرى مع دول أخرى، وزي ما هيصوروا الحدود بتاعتي زي ما أروح أصور الحدود بتاعتهم. فده ده ده هو العالم كله ماشي كده. بس لازم يبقى عندي حاجة أشارك بيها، ما ينفعش ان انا ابقى معيش حاجه يعني. حينما نتحدث عن ان ذلك سيتيح ادخال مصر في عصر الفضاء وفي انشاء وكاله فضاء مصريه، هتتيح طبعا دراسات وجهود للعلماء المصريين. كثير منهم في هذا المجال ذهب للعمل في الخارج، وحضرتك ذكرت ان بعد القمر اللي ضاع برضو يعني هاجر من هاجر من هؤلاء العلماء. كيف يمكن ان انا اعدهم من جديد تحت مظله وكاله فضاء مصريه، وفي نفس الوقت يعني تاذن لي ما فيش اي مشروع في مصر الا ما بيكون فيه بعض السلبيات، كمثلا نقدر نقول ايه اهمال، نقدر نقول بيروقراطيه، وهذا النوع من المشاريع وكاله فضاء وخلافه ده محتاج دقه شديده قوي في العمل، ده محتاج حميه جامده قوي على الشغل. هل ده متوفر عندنا؟ هل هذه الكوادر متوفره؟ احنا للاسف احنا نسينا ان احنا مصريين، ونسينا يعني ايه مصر،
ونسينا او يعني بنبخس نفسنا حقنا بشده. احنا اقدر ناس ان احنا نعمل هذا الكلام في اطار نظام. انا في البدايه كنت بقول والله اللي عايز يسيبنا يتفضل يمشي، بس احنا ساعه ما هننشئ النظام اللي مشي ده هو اللي هيجي لي، وهقدر اجتذب بدل ما الناس بتوع بيخرجوا، لا ده انا هقدر اجتذب من بره. حضرتك كانت عارفه يعني ايه حضرتك ان احنا بنصمم قمر؟ انا مش خبيره في هذا المجال. يعني 120 مهندس شغالين مع بعض، كل واحد عارف بكره هيعمل ايه. السمه اللي موجوده في مصر ان لما اتنين بيقعدوا مع بعض بيتخانقوا. لا هذا ما نشهده على ارض الواقع. يعني كون ان 120 مهندس يشتغلوا كل واحد عارف دوره، ولا مجال ان حد يتجاوز او يخرج عن الخط اللي احنا ماشيين عليه، فده بيثبت ان احنا اقدر ناس ان احنا نقدر نشتغل بنظام وطبقا لمنهجية وطبقا للستاندرز اللي بتتقال. طب يا فندم عايزين نفهم لما يتقال ان يعني ممكن استخدام امكانياته كرصيد لدعم مشروعات التنميه في المنطقه العربيه وايضا في القاره الافريقيه، ازاي هدعم المشروعات في منطقتين مختلفتين واحتياجاتهم ممكن ان تكون ايضا مختلفه؟ صحيح. احنا الحمد لله من امكانياتنا العاليه اللي بننفذها باحترافيه هو عمل الاستشعار عن بعد. يعني استشعار عن بعد ان انا ادرك الشيء بدون ما المسه من خلال صوره اقمار صناعيه او من خلال التصوير الجوي بطياره. احنا محترفين في اكتر من مجال. الدول الافريقيه عايزه مننا ايه؟ الدول الافريقيه عايزه مننا تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، ما بقتش عايزه مهندس زراعي، ما بقتش عايزه المدرس، ما بقتش الكلام ده انتهى خلاص. هي عايزه اللي يدعمها في هذا الكلام. في وجود القمر وفي وجود كوادر الاستشعار عن بعد وفي وجود الرغبه من مصر انها تتواصل مع اشقائنا الافارقه، اعتقد الدنيا هتتغير تماما. ف للاسف حضرتك نقول في 2012 اطلعت على توصيات احدى المؤتمرات بالظبط كده، بيوزعوا الادوار للاستراتيجيه، مؤتمرات افريقيه ولا مؤتمرات افريقيه، فبيوزعوا الادوار للدول مين هيعمل ايه. وفي الاخر كده وقالوا مصر تخش مع دول. انا ساعتها تواصلت مع كل الجهات في مصر وقلت لهم عايزين نعمل 1 2 3. للاسف الجهه الوحيده ردت عليا بصراحه كده الامن القومي هي اللي باركت هذه الخطوات، ما حدش تاني سال فيا. ولان المصيبه كبيره، انا عملت حاجه، انا وجهت الدعوه للدول الافريقيه منفردا. كيف كان رد الفعل؟ لا رد الفعل كان مصيبه، كله كان بيضرب عليا نار من عيار ثقيل كمان. لا رد الفعل من الدول الافريقيه؟ لا هم رحبوا. هل لديهم الرغبه فعلا في المشاركه او في الاستفاده؟ ما زال قيادات الدول الافريقيه بيكن كل الحب والتقدير لمصر. واذا ما لحقناش هذه المرحله اعتقد الاجيال القادمه من الدول الافريقيه ما يعرفوناش ولا ليهم اي صله بينا. اولا استقبلوا الدعوه بكل ترحاب. في مصر هنا كان الهجوم شديد جدا، وجبت الفلوس منين واهدار لمال الهيئه وتجاوزت مش عارف مين كلام بقى. عارف يا استاذ سحر الا انقذني من هذا الموضوع سد النهضه. ازاي؟ لما قامت مشكله سد النهضه ابتدوا يدوروا مين على تواصل بالدول الافريقيه. الهيئه دي كانت هيئه الاستشعار من بعد. هي دي اللي انقذتني وجالي بقى يعني ايه التعزيز والتحفيز للاستمرار في هذا المسار. مش ممكن الرؤيه بتاعتنا تبقى مغيبه او يبقى فيها ارتجال مثل دوت. مين اللي كان المفروض يقوم بهذا الدور؟ مش هيئه الاستشعار عن بعد، المفروض وكاله الفضاء المصريه وهي اللي تتواصل مع كائنات النظيره. يعني اذا نحن في امس الحاجه اليها. ولكن دكتور يعني دعني اسالك،
باعتبار يعني شاهدت إطلاق القمرين الصناعيين اللي عليهم القنوات التلفزيونية، كان دايما بيتقال إنها يعني إحنا فعلا مولنا هذه الأقمار بمبالغ طائلة، ولكن العائد بيأتي سريعا من خلال تسويق القنوات. هذا القمر تكلف 300 مليون جنيه. هذا العائد هيأتي إزاي؟ هل هنا في عملية تسويق زي القنوات اللي سوقناها على القمرين اللي قبل كده، ولا بيأتي التسويق شكله إيه؟ لا حضرتك، التسويق هنا يعني أنا مش لازم أبيع هذه الصور اللي هجيبها القمر، أنا ممكن أقدمها للي محتاجها في المنطقة من الأفريقية أو من الوزارات المختلفة. والوزارات المختلفة كل أولا ودي حتى فيها ارتجال شديد، وبرضو وكالة الفضاء لازم هي اللي تنظم هذه العملية. كله بيشتري. بعد ثورة 25 يناير 6 جهات في مصر اشترت نفس الصور للدلتا والوادي من نفس الشركة لنفس القمر في نفس التوقيت. إذن هو متسوق بالأصل يعني. تمام. لكن معلش، الصور دي هي اللي مولاها الحكومة وملك للحكومة، وتقديمها لازم يتم من خلال البورت الرسمي، بوابة يتم الحصول للصور منها. ولكن بالنسبة للدول الأفريقية والدول العربية، احنا لينا مشروعات خارج مصر، ولينا الخبراء اللي لهم إنجازات هائلة جدا في الخارج، فده هيكون داعم لينا ان احنا ندير مشروعات او نقيم مشروعات في الخارج. دي حاجة. بس ما ننساش برضو انها هتعيد لمصر شيء من هيبة الدولة، كون مصر لا تمتلك شيء خاص بالفضاء، كون ان مصداقية مصر انعدمت في بعض الاتجاهات، فاحنا لازم نرجعها. طب خلينا نستمع إلى رأي وزير التنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب في هذا المشروع، ونعود من جديد. في استفادة كبيرة جدا بالنسبة لنا، لأن هذا القمر طبعا هيحدد بالنسبة لنا أهم المشاكل الموجودة عندنا، يمكن مشكلة التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف. طبعا ده هيبقى حط لنا صورة كاملة يوميا بالنسبة للتعديات الموجودة. تاني حاجة إن احنا هيحدد الحدود الإدارية بالمحافظات والتداخلات الموجودة بين المحافظات أو بين الهيئات والمؤسسات، زي ما عندنا في تداخلات بالنسبة لأرض الأوقاف وأرض الأملاك الدولة وأرض هيئة التعمير الزراعية، وكل ده في نوع من التداخلات هتبدأ تحدانا. أيضا هيكون لها أثر كبير جدا بالنسبة لإن احنا بنشوف الثروات المعدنية الموجودة عندنا على مستوى مصر كلها، وإحنا يمكن كما أعلم إنه ما فيش تغطية كاملة بالنسبة للثروة المعدنية عندنا أو أماكنها الموجودة على مستوى مصر كلها، وإن كان هناك خريطة لكن خريطة غير متكاملة، نتمنى أنها تتكامل على مستوى مصر، لأن ديت إحنا ده مستقبلنا الفترة القادمة إن شاء الله. وأيضا بالنسبة للمياه الجوفية، وده هتفيدنا في مجال الزراعة، فله العديد من المزايا اللي هتقدمها بالنسبة للمحليات متمثلة في المحليات أو وزارة التنمية المحلية. من جديد إلى ضيفنا في الاستوديو دكتور مدحت مختار، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد، ونتحدث عن القمر الصناعي إيجيبتسات ودوره في المرحلة القادمة. دكتور، عايز أتوقف عن جملة حضرتك قلتها في المؤتمر الصحفي بالأمس. قلت إحنا كان بقالنا 3 سنين بنشتغل في صمت، ووعدنا إن إحنا 2014 هنطلق هذا القمر وأوفينا بالوعد، ولكن ده كان يعني العمل في صمت كان في وقت كل من هب ودب بيتحدث عن ما صنعوا وما لم يصنعوا وما سيصنعوا، وفي الآخر الشعب المصري لم يكن يحصل على شيء على الإطلاق. يعني كيف استشرفت أن مصر ستخرج من الأزمة التي كانت فيها، وأن احنا بصدد دخول أو يجب أن ندخل مرحلة جديدة وعصر جديد ننفتح فيه بالفعل على العلم؟ بس عليك، احنا أكبر المعوقات لنا في مصر، احنا بنتكلم كتير. كان الإعلان امبارح مش كده؟ امبارح كان حقيقة المؤتمر الصحفي. حضرتك تابعتي اللي موجود على النت النهاردة؟ تابعت المؤتمر الصحفي فقط. لا حضرتك على النت، شوفي ده انا اتهزيت من اللي موجود على النت النهارده. يعني خلوني كل ربع ساعه بتصل اطمن
ده القمر مش طالع، ده القمر فيه مشاكل، ده القمر ايه، ده ايه الشوشره الرهيبه ديت؟ تخيل حضرتك لو كنا اعلنا من وفي بدايه الثوره وقله الادب اللي شفناها، قلنا هنعمل قمر، حد كان هيسيبنا؟ اكيد لا، كان زماننا لسه في مراحل الاعداد يعني. كان لا، احنا كنا في خطر، وخطر شديد، كان التكتم ده مطلوب، احنا كنا في وضع فاقدين القمر لسه بقالنا كام شهر، الكوادر سابتنا ومشيت، كان لازم ناخد خطوات ايجابيه في اكتر من اتجاه. احنا الحمد لله رجعنا الكوادر، القمر ان شاء الله ينجح في الاطلاق ويشتغل، وفي نفس الوقت قايمين بدورنا علشان نستغله احسن استغلال، ودورنا في التطبيقات الخاصه بالاستشعار عن بعد. بدون ما امتلك تكنولوجيا استخدام صور اقمار صناعيه، ففعلا هذا القمر ليس له اي فائده. طب هل لدينا هذه التكنولوجيا او التكنولوجيا في مختلف الوزارات ومختلف القطاعات؟ طب انا اقول لحضرتك برضو حاجه، الحمد لله هو في مركز استشعار في كل وزاره الحمد لله، ولكن الاستشعار عن بعد التكنولوجيا بتاعته بتتغير كل يوم، والحكمه في انشاء الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد انها بتجمع جميع التخصصات المعنيه بالتنميه في الدوله، كل التخصصات يعني 8 شعب فيها كل التخصصات. قوه الهيئه لو معالي رئيس الوزراء عايز ياخد راي الوزارات المعنيه بالتنميه ممكن يجمعهم في نص ساعه في ساعه، لا احنا بنجتمع في دقيقه علشان نبدي رأي في واقع. احنا ما بنكررش دور حد، ولكن بيتقال مطلوب مننا ايه تلقى لنص القانون، لو ما فزناش هذا الكلام نبقى احنا مذنبين، نبقى احنا مقصرين. احنا مطلوب مننا توطين التكنولوجي ونقلها للجهات المعنيه في الدوله، ومحدش عايز يفهم ديت، لا احنا بنتواصل مع جهات كتير وهم بيقفلوا الباب في وشنا. للاسف احنا خلينا بواجبنا خلال المرحله اللي فاتت. خلال المرحله اللي فاتت فيها ايه بقى؟ ظهرت تكنولوجيا التصوير الطائفي. يعني ايه اصور طائفي؟ اني بقول ان الموجود ده هنا ميه، بس ممكن اقول دي ميه ملوثه او ميه بنضاف عليها بترول، لا دي ميه درجه ملوحه عاليه، يعني التوصيف اللي موجود كمان جوه، لان ربنا خلق كل حاجه على في الكون لها خصائص في امتصاص الموجات. فانا بشوف اللي قدامي ده امتص ايه، ومن البصمه بتاعته بحدد الكينونه بتاعته. وده برضو احد المشاريع العظيمه اللي مع وزاره الزراعه على فكره، هي احد كمثال بسيط لاستخدامها. لما كان في تلوث في مجرى النيل وزاره البيئه اتظلمت ظلم باين، جهاز شؤون البيئه ما كانش بيروح بيته، كان موجود في النيل عمال يلم في ال، احنا طلعنا متاخرين على ما قدرنا نجيب تصديق بخروج الطياره بتاعتنا، وابتدينا نصور وقلنا لهم خلوا بالكم اللي بيحصل اسوأ سيناريو ممكن حد يتخيله. احنا دخلنا بالظبط وبيقال بقعه الزيت في اسيوط، فجبنا من اسوان لاسيوط لقينا مجهود وزاره البيئه جميل قوي، هما فعلا ما فيش غير شويه بقعه، فالحق دي وصلت، وصلت ازاي؟ فابتدينا نصور فلقينا ما هو موجود في بني سويف غير اللي كان موجود في اسيوط، وما هو موجود بعد ذلك غير اللي الناس كانت بيوصل لها من الميديا ان بقعه الزيت هتوصل بكره، فكل اللي معاه حاجه بيطلع يرميها. وصلنا الحوامديه كارثه، احنا شايفين الارض، ده اللي مش عارف، احنا شايفين الارض وشايفين اللي في الميه، قد تكون بصمه حذاء واحد ماشي جوه المصنع يقول لنا ان البصمه الحذاء دي كانت ملوثه بالماده دي اللي هي مرميه في النيل وعلى بعد 3 او 5 او 10 كيلو. كان منظر بشع، ملوثات من كل نوع. جينا عند القناطر يعني الى هذا الحد، الى هذا الحد هيئه الاستشعار من 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 بعد لها اهميه في كشف نقدر نقول كل شيء على ارض الواقع ودور بالنسبه لكل وزارات الدوله. هذه حقيقه، هذه حقيقة، ولكن العمل منقوص. بمعنى اولا انا عشان اطلع الطيارة وتفضل رايحة جاية وتصور واطقم الطيران وترجع بالصور والناس تسهر وتبيت، يعني مش عايز اقول ان
الهيئه ما كانتش بتنام، وطلعنا تقارير، وتقارير كانت يوميه وتروح لوزاره البيئه وجهاز شؤون البيئه. التقارير اتعمل بيها ايه؟ والتقارير فيها دليل ادانه المجرمين اللي رموا الملوثات. التقارير دخلت فين؟ دخلت الدرك. ليه؟ لان الهيئه مش معنيه انها تطلع تقرير في ادانه لحد. ساعه ما ياخدوا معالي وزير البيئه، كان ايامها معالي الوزير مصطفى حسين، ساعه ما ياخدوا يروح بيه المحكمه، مين دول؟ ليس لنا هذه السلطه. ولكن لو كان لنا هذه السلطه ان التقرير بتاعنا يبقى معتمد امام الجهات القضائيه، اقسم بالله ما كان حد يقدر يعملها. طيب هل بعد اطلاق القمر الصناعي ان شاء الله غدا ايجيبتسات، هل سيكون لكم هذه السلطه؟ احنا نتمنى بعد المجهود اللي احنا دي بنطلبها كاحد مهام وكاله الفضاء. ما هو وكالة الفضاء دي المفروض انها تتبع اللي بتطالبوا بيها، هي دي اللي ممكن ان تأتي بكل هذه الحقوق. بالضبط طبعا. لكن احنا في ارتجال شديد جدا. طيب قيل ان هذا القمر سيطلق من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، ومن قبل الأقمار الصناعية المصرية اللي عليها القنوات أطلقت من جويانا الفرنسية. لماذا جاء اختيار بايكونور الروسيه؟ هل هناك ثم التعاون ما تم ما بينكم وبين روسيا في الوقت؟ لا، هي تعتمد على المدار اللي هيطلع فيه القمر. القمر ده بيطلع في جويانا برضو في مدار كويس قوي. لا، ده مدار القمر اللي بيطلع من محطات الاطلاق الخطوط الاستوائيه، ده بيطلع في مكان بيبقى ثابت فيه بالنسبه للارض، بيلف مع الارض. بيلف كل مع الارض كل 24 ساعه. فده مكان ثابت بنقول عليه المدار الثابت اللي هو على ارتفاع 36000 كيلو. لكن هذا القمر بيطلع في مدار بيقعد يلف حوالين الارض وعلى ارتفاع 700 كيلو، فاطلاقه بيكون اسهل. اقرب 700 كيلو ده قريب بالظبط، فرق طبعا كبير. فاطلاقه بيكون من اماكن كثيره طبقا لرغبه الدوله. فطبعا هي القاعده دي اساسا روسيه، فهي اللي بتطلقها، لكن نقدر نطلقها من الشمال، من الجنوب، من اي حته يعني. فيش. طيب بالنسبه للكوادر المصريه اللي شاركت في تصميم هذا القمر، هل تم تدريبهم فقط او الاستعانه بهم فقط في مصر، ام تم تدريبهم في الخارج والاستعانه بهم ايضا في الداخل، وفي استمراريه للاستعانه بهم كمان في المستقبل في زي ما حضرتك ذكرت احنا بنأمل في الوصول لانتاج قمر صناعي مصري احنا في ذاتنا يعني، وهو المستهدف في قريب العاجل ان شاء الله. هقول لحضرتك، هو المراحل القمر طبعا هناك مستخدم بيقول هو عايز ايه، رغبه او حاجه المستخدم دي بنحولها الى مطالب، بنحولها الى مواصفات فنيه القمر اللي هيحقق بيها هذه المطالب. وبعدين نخش في مرحله التصميم، وبنتهي مرحله التصميم بنخش في مرحله التجميع. ما تم خلال 3 سنوات احنا استكملنا كوادر بتاعت التصميم، واصبح عندنا قوه ضربه نقدر نصمم بيها اقمار بمواصفات عاليه جدا. علشان كده القمر اللي احنا القائم حاليا والمنتظر اطلاقه في 2016 ده تصميم مصري تماما. ولكن انا بطرح التعاون مع اكتر من جهه، بقول لهم لو سمحتم تعالوا انا هديكم التصميمات بتاعتكم، انا لست ذي خبره كامله في هذا الموضوع. انا عايز جهه تيجي تراجع وتابروف ان هذا تعتمد هذه التصميمات انها صالحه للاستخدام، ان شاء الله يجي يشطب لي عليها ويقول لي انت ما تفهمش حاجه وياخد اللي هو عايزه ويقول لي الصح فين. دي كمرحله اولى. لو يعني ممكن الناس تتساءل ده هيضيف لحضرتك ايه؟ انها تيجي تقول لك حتى ان لا ده خطا، ده تصميم خاطئ، او ده لا اعتمد، عرفت غلطتي ايه؟ وبالتالي المرحله اللي بعديها الاقمار القادمه ده مش هيكون القمر الاخير. احنا في سلسله من الاقمار لازم احنا نطلعها وتصميم مصري كامل يعني. بس اعتقد انه مش هيطلع حاجات تكون قاتله لاننا عندنا من الخبره الكافيه يعني. المرحله اللي بعديها هي للاسف الكوادر الفنيه اللي فيها ضعيفه قليله، والدوله مش عايزه تلحقنا. انا والله طيب انا خليني اتوقف عند ان المرحله اللي بعد كده كوادرها ضعيفه، ويعني هنقف عند هذه النقطه. خلينا ناخد اتصال تليفوني هاخدها بالتفصيل. تمام. من استاذ عصام من القاهره. مهندس عصام من القاهره، اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا فندم. بستاذن حضرتك وبستاذن الدكتور
ان كان على ايام الدكتور علي صادق لما كان هو ماسك الهيئه، الكلام ده من حوالي 12 سنه تقريبا، كان حدود علمي ان القمر الاولاني كان اتصنع في اوكرانيا، وان القمر الثاني كان هيبقى تصنيع مصري 100%، مش تجميع مصري، تصميم وتصنيع مصري. فحضرتك يا دكتور عايزين نفهم بس كويس، احنا امتى ان شاء الله هنبتدي في التصنيع مش في التجميع عشان نقدر نفرح بجد؟ ودي مساله جوهريه طبعا حضرتك عارف هذا الكلام. شكرا يا فندم. امتى نبدا في التصنيع مش في التجميع؟ ومعانا اتصال تاني ناخده وبعدين نجاوب على السؤالين. استاذ مدحت من القاهره، مساء الخير. ايوه يا فندم. اهلا يا فندم، اتفضل. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. انا كنت بس ليا تعليق صغير يعني. اتفضل. الله يخليك. اللي منزل النيل كان فيه حاجات موجوده اللي هي الاعشاب اللي بتطلع وعين بعد كده الناس بتعملها جزر. اه ورد النيل. اه لا مش ورد النيل. في جزر بتطلع يعني ايه؟ هقول لحضرتك، اصل انا يعني من هوايه الصيد، صيد السمك يعني. اها. يعني انت معايا؟ الاعشاب زي بالظبط حركه المحكمه الدستوريه اللي عملوها، اللي هي جزيره النيل اللي عملوها وردموا النيل من هنا ومن هنا، حتى انا صورت العمليه دي بتاعت الاخبار بس محدش سال فيها. بقت كده نعم. ايوه يا فندم اتفضل. يعني فطبعا يا ريت يعني تكون في الخطه اللي هي المقدمه، ها الخطه تكون يعني اللي هي يعني قدام شويه، ان حضرتك مثلا يجيبوا متابعة يعني ملوثات النيل، يعني حضرتك قصدك كده؟ لا مش ملوثات النيل. الردم النيل او طرح النيل. لا مش ردم النيل، في اعشاب بتطلع في النيل تعمل جزر جوه النيل. فالناس بتستغلها وتعملها كافيتريات. شكرا. بعد كده النيل ده هيبقى عباره عن ترع بقى، هيبقى ترع مش هيبقى نيل بقى. فهم لو الناس او يعني المسطحات المائيه مسكت الجزر دي وشالتها من الاساس اول باول، مش هيبقى يدي فرصه للناس ان هي تردمها من هنا وهنا وتكبر مساحتها وتعملها كافيتريات. شكرا شكرا لحضرتك، وصلت وجهه النظر. دكتور نجاوب على مهندس عصام واستاذ مدحت ايضا. تمام. او بالنسبه للتصنيع طبعا في فرق كبير جدا بان انا اصنع وان انا اجمع واختبر على مستوى العالم. على مستوى العالم كمثال، احد الشركات الفرنسيه اللي هي بتعمل اجزاء من القمر في تردد معين، كل العالم بما فيها الناس بتاخدها منهم، بما فيها الناس بتاخدها من هذه الشركه. هناك منتجات امريكيه كل العالم بياخدها منها بما فيها الفرنسيه والروسيه. القمر بتاعنا اللي طالع دوت ما اقدرش احكم على المنتج بتاعه 100%، لان طبعا ما هو اثبت كفاءه في الفضاء الكل بيتجه ان هو ياخده. تمام. لكن احنا بنقول ايه؟ مع تكثيف البحوث في اتجاه، لما نلاقي نفسنا في حته معينه ونجحنا في ان احنا نصنعها، انا هركز عليها واخليها هي المنتج الرئيسي بتاعي اللي كل العالم ياخده مني. على فكره كمان بعد كده ممكن انتقل للمرحله الثانيه، بس لما اجود. لا يوجد مكان في العالم بما فيها امريكا اللي هي اكبر قوه في الفضاء موجوده بتصنع حاجتها عندها كلها. ولكن ممكن نقول ان 10% مما هو موجود في الاقمار الامريكيه متاخد من فرنسا كمثال. فاحنا يعني ان شاء الله احنا اولا التصميم ده تكنولوجي والتجميع تكنولوجي. تمام. فان شاء الله طبقا لحاجة الدولة، لو احنا ممكن نركز ونصرف لامتلاك تكنولوجي في حتة صغيرة جوه القمر، فده ان شاء الله يكون احد المستهدف. طب حضرتك ذكرت ان كوادر المرحلة اللي بعد كده غير مرحلة التصميم، لدينا كوادر التصميم، ولكن المرحلة اللي بعد كده غير موجودة. انا قلت الكوادر الفنية. الفنية. لكن احنا شرعنا في انشاء المبنى بتاع التجميع وجهزنا المراجع اللي هيدار بيها هذا المكان. مبنى تجميع ايه يا فندم؟ القمر الصناعي؟ الاقمار الصناعية. هنا في مصر؟ في مصر احنا شرعنا فيه. احنا عملنا الهيكل الخرساني ومعنا التصميمات لما بعد ذلك، وجهزنا
الكتيبات اللي هيدار بيها. معلومه صغيره ان البيئه داخل هذا المركز هي انقى الاف المرات من اللي موجوده في غرفه العمليات. غرفه العمليات معقمه ضد الجراثيم، ولكن الاجواء بتاعتها ليست بالدرجه النقاء اللي موجوده في هذا المركز. ازاي وصلتوا لتحقيق ذلك؟ لا دي بتجهيز يعني، هي لغايه دلوقتي التصميمات على الورق ولكن لسه ما طبقتش على ارض الواقع. هننفذها. لا هننفذها. هننفذها، موجوده المعدات والحاجات اللي بنعملها. ايه اللي احنا محتاجينه؟ احنا محتاجين الكوادر الفنيه، مهندسين وفنيين اللي هيشتغلوا جوه. هل مش موجودين في مصر هذه التخصصات؟ كفنيين في جامعه قناه السويس طبعا، وفي اعتماد كبير جدا عليهم ان شاء الله في المرحله القادمه كفنيين. لكن كمهندسين عندنا اثنين. من جامعات مصر؟ لا عندنا اثنين تم تدريبهم سابقا. طب خريجين جامعات مصر ومن كليات الهندسه لا المختلفه؟ لا ده مش يعني موجوده. لا دي مش موجوده. بس هي حضرتك طرحتي نقطه خطيره قوي. احنا طبقا للخطه اللي عندنا كان المفروض المهندسين دول يكونوا متواجدين علشان يبداوا التدريب بتاعهم. بالظبط. بنهايه السنه هيكون المركز ده انشئ وجهز، بالتالي هيعوز اللي يشتغل فيه، ومحدش عايز يصدق لنا ان احنا نجيب مهندسين ندربهم، وهيكون تدريب بعض منهم في الخارج. هو معالي رئيس الوزراء، انا طرحت التقيته يا فندم، التقيته، هل طرحت هذه الامور على المعنيين يعني من اولي الامر زي ما وزاره الماليه ما بتفهموش ولا مقدر؟ طب لا اللي ممكن يعني يتفاهم مع هذا الفكر وفي نفس الوقت ما هو بيوجد برضه فرص عمل. معالي الدكتور رمزي وزير البحث السابق، وزير البحث العلمي السابق، كان ماسك ملفات ومتبني العديد من هذه القضايا، وبيحارب معنا من اجل ايجاد حلول. ولكن مع التغيير رجعنا تاني لنقطه زيرو، ولكن لحسن الحظ تواجد معالي رئيس الوزراء اللي هو بمجرد ما طرحت مشكلتين ثلاثه، انا لو عايز اقعد احكي فانا احنا تم يعني ايجاد حلول ليها. لا هو وعد بالزياره عاجله. طب هننتظر وهنتفرج معاه اكيد لما هيروح ان شاء الله. هيبقى يوم شاق على ساعته. هيبقى يوم شاق على ساعته، لان احنا طموحاتنا كبيره، الاهداف بتاعتنا سقفها عالي، والوعود اللي بنقدمها للدوله خلال المرحله القادمه احنا ملتزمين بيها. اعاده هيبه مصر هتبدا من المدينه الفضائيه بالتجمع الخامس القائم في هذا. طيب هنتكلم برضو عن هذه النقطة بالتفصيل، بس معي اتصالين تليفونين من المواطنين. أستاذ أحمد من القاهرة، مساء الخير يا فندم. تفضل. ألو. تفضل يا فندم. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا. بس أحيي السيد الأستاذ الدكتور. تفضل يا فندم. أيوة تفضل سامعينك. بس كنت عايز أعلق على الأخ اللي اتصل بحضرتك من شوية على موضوع تصنيع القمر الصناعي المصري بالكامل، او تصنيع السياره المصريه بالكامل. الموضوع ده اقتصاديا وعلميا يعني كل الدول دلوقتي من ناحيه اقتصاديه، يكفي ان انا اصنع جزء واحد، وانا ليه اصنع سياره مصريه ممكن تكلفني اكتر، في حين ان انا ممكن ابقى جزء من منظومه نقدر نكمل بيها. فكره التصنيع 100% ما عادتش دلوقتي في النظم الاداريه والاقتصاديه الحديثه، واعتقد الدكتور يوافقني على الراي ده. الدكتور بالفعل كان قال مثل هذا الراي. يعني انا بحيي الدكتور برضه المره الثانيه يا فندم، وفعلا موضوع التصنيع يعني ممكن كان في الخمسينات او في الستينات مع وجود الثوره، او يعني كنا في حاجه للكلمه زي دي، بس حاليا التفكير العلمي المنطقي يعني بيخلينا نروح اللي احنا موضوع مش لازم نصر على تصنيع 100%، مش لازم خالص يعني. بشكر حضرتك. معانا استاذ ابراهيم من كفر الدوار، مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب بحيي الدكتور اللي مع حضرتك. ايوه. بس انا ليه حضرتك شكوى بعيد عن الموضوع اللي انت بتتكلموا فيه خالص. ارجو من حضرتك انك انت تبلغها للكنترول علشان وقت الدكتور ووقت البرنامج. بعتذر لك وبلغها للكنترول. دكتور مدحت، كنا بنتكلم على مدينة الفضائيه المصريه. وحضرتك قلت انا طموحي كبير. طموحنا مش وطموحنا. طموح حضرتك الطموح اللي موجود على الورق. تمام الطموح. هذا الطموح كله موجود على الورق، ولا في جزء من هذه المدينه ابتدى يتنفس؟
اعتقد يعني زياره للمدينه هتلاقي حضرتك في عمل في جميع الاتجاهات داخل المعامل مهندسين من بره طول اللي يمكن يكون حد عايش في هذا المكان لكن جوه المعامل شغاله ومهندسين شغالين والانتاج مستمر بره هتلاقي حضرتك اللوادر عماله تشيل البامبس بتاعت الخرسانه شغاله تقسيم الارض عندنا كم كبير جدا من المشروعات لابد من انجازها في توقيت سريع زي ما بقول الاي اي تي ده لازم يخلص في نهايه السنه ده اللي هو ايه يا فندم مركز التجميع مركز التجميع تمام على فكره هو النقطه مهمه جدا اي حد يقدر يعمل مركز تجميع لكن مش اي حد يقدر يديره ولكن احنا شايفين في قدراتنا ان احنا نديره ودليل على ذلك ان اللي عايز يعرف يدار ازاي جميع الكتيبات اللي بتقول مين هيعمل ايه جوه جاهزه دلوقتي ولكن ينقصنا الكوادر البشريه لما حضرتك جبتي المهندس معالي الدكتور محمد القوصي اللي شايل البرنامج دلوقتي عدد بسيط جدا من اللي كان متواجدين من 15 سنه شايلين شيله كبيره قوي ينقصنا يعني كوادر بشريه طب هذه الكوادر هل الجامعات المصريه موجوده فيما تخرجه من شباب تمام. هل من السهل انتقاء مثل هذه الكوادر منهم طبعا هل اصبح من يعني بتواجهك صعوبه في كده؟ لا اولا الشباب اللي احنا انتقينا منهم الفتره اللي فاتت انا اشهد لهم ان هم احسن مننا في قدراتهم فقدراتهم العقليه والذهنيه كنتيجه للممارسات الاولاد دول اتعلموا وتصرف عليهم كويس وجوده على النت ووجوده وتعامله مع النيو تكنولوجيز دي خلقت منه امكانيات عاليه ولكن هم ثقافيا هم اللي محتاجين يتغيروا شويه يعني. المشكله مش في الشباب اللي احنا انتقلناهم المشكله احنا عايزين ما اعرفش مجالها ولا لا انا حزين على اللي بيحصل انا خلال الخمس سنوات انا مش عارف جايين هعمل ايه لان انا بصراحه انا هقفل على خريجي خمس سنوات قادمين اللي هم مش عارفين ياخدوا حظهم من التعليم اليومين دول نتيجه المظاهرات واللي بتحصل في الجامعه هو احنا ناقصين ده هم السند بتاعنا يعني ايه يضيعوا وقتهم ده وقتهم ثمين جدا استاذ اللي جوه اللي عايز يدرس له ده هيديله ثمار وتعب سنين هينقلها له عشان يخرج يساعدنا ويساندنا في مثل هذه المشروعات يقف في الشارع وما يعرفش يخش محاضراته والمنهج بتاعه يتضغط هل ده العدم ادراك لواقع الحياه بصفه عامه؟ الله اعلم انا مش عايز اخش في الحته دي انا عايز اخش في أنا مش هقدر استعين بيهم اقسم بالله ما اقدر استعين بيهم انا مش هقدر اغامر في برنامج الغلطه عندنا قاتله فهجيب شاب ما درسش جزء من العلوم الاساسيه ويطبق غلط ويعمل لنا مصيبه اجيبها ازاي دي؟ اجيبها ازاي؟ لا ده موضوع خطير طبعا في معانا اتصال تليفوني من احد المواطنين استاذ جمال من دسوق استاذ جمال من بنها عفوا اتفضل يا فندم السلام عليكم استاذ جمال السلام عليكم استاذ جمال الو اتفضل يا فندم حضرتك معانا على الهواء بس كنت عايز اسال الدكتور كده يعني ليه حضرتك اتفضل على طول قول سؤالك الو اتفضل قول سؤالك ليه حضرتك يعني القوات المسلحه ما تستناش كله على بعضه بان القوات المسلحه في الدقه وارد والحاجات دي كلها ليه هي مثلا ما حضرتك ما تتوجهش ليها؟ ليه الدكتور ما يعملش ايه؟ القوات المسلحه دورها ايه؟ يعني ايه حضرتك المشروع اللي هو ما فيش موارد فيها ان ما فيش موارد حضرتك الدكتور بيقول ما فيش موارد مفيش موارد ماليه تمويل يعني خلي القوات المسلحه ما تستناش المشروع كله وحضرتك وهي مثلا عندها الموارد وعندها ليه القوات المسلحه ما تمولش مثل هذا المشروع يعني ناخد تليفون تاني ونجاوب بعد كده على السؤالين مروة احمد من دسوق مساء الخير اتفضل انا القياده بتاعته بتبقى هي على الارض حضرتك انا الصوت مش واضح تمام هو طبعا انا لي عظيم الشرف ان انا ابن القوات المسلحه خدمت في القوات المسلحه 32 سنه القوات المسلحه هي اللي بتقوم بالاعمال الانشائيه في المدينه الفضائيه
لان بيلتزموا معايا باليوم، بيلتزموا معايا جدول زمني بيطبق بالفعل، فانا ما ينفعش معايا اي اخلال بالتوقيتات. يمكن اطمع او اطمح ان باقي المشروعات اللي مخطط ليها تقام في لا دي لسه منتظر التمويل بتاعها، ولكن لو في دعم القوات المسلحه في انشائها اعتقد هتسهل علينا كتير قوي في البرنامج. لكن هو في مشروع، لكن هو الموضوع مش موضوع مدينه فضائيه فقط. تعرف حضرتك مقر الهيئه فين؟ هو في شارع جوزيف تيتو اللي هو الموازي للمطار، في مبنى كده مايل واخد زاويه ميل معينه. المبنى ده كان بينشا وانا طالب في الكليه، وما كنتش اعرف ان هو في يوم من الايام هيكون لي نصيب ان انا اخشه من اساسه يعني. اللي كان المبنى ده كان ملك الحاج عبد اللطيف الشريف، وتم تمليكه لوزارة البحث العلمي ومنها للهيئة يعني. حضرتك انا قلت ايه في الاول؟ قلت التكنولوجيا بتتغير، والتكنولوجيا والهيئة قوامها قليل. ليه قوامها قليل؟ لاننا ما لناش مكان، يا دوبك هو هذا المبنى. طب احنا بنتشعب في اتجاهات دلوقتي. طب يمكن في المباني القادمه في المدينه يبقى ليكوا بقى. لا لا ده هم دول تخصص ودول فهو ما ينفعش ان دول ينتقلوا هناك يعني. جزء من الهيئه شغال في الرادار. وجزء في الهيئه شغال في الطائفي، وجزء في الهيئه شغال في المرئي، وجزء عايزين نكبر. محاوله يائسه قام بيها ست رؤساء هيئه قبلي وانا مكمل معاهم. ولما بنيجي نتكلم يمكن حضرتك توصل للمحاوله الناجحه عموما. لا ده انا عملت ده. بص حضرتك هو في هزلك بس هقطعك في هذه النقطه. معنا دكتور مصطفى من القاهره عنده مداخله، اتفضل يا فندم. اهلا دكتور. اهلا بيك. المداخله عباره عن كلمه تقدير. انا تخصصي اساسا علوم بحار، واعرف كويس قوي اهميه هيئه الشعر عن بعد وضروره ان يكون مصر فيها وكالة فضاء، لان مصر عظمتها اذا كنا بنتكلم عن مصر ك في خبراتها. اولا اللي انتم تعملوه ده مهم جدا من ناحيه الامن القومي، بتقدر توفر تكنولوجيات جديده بتساعدنا ان احنا ننشر مصر ثقافه مصر في افريقيا في الدول الثانيه، لان خبراتنا هي مش بس موجودة في أفريقيا أو في الأرض، في البحار. البحار فيها ثروات كبيرة جدا جدا. يعني أنا يوسفني إن أنا مثلا لسه راجع من مؤتمر في أسبانيا، الشباب الصغار اللي بتتكلم عليهم دول قاعدين قدامي أنا بشوف طلاسم محددة بينزل بأعماق البحار تصل إلى حاجات تصل أكثر من 1000 متر يعني. ودي بيدونا معلومات عن مصر إحنا ما نعرفش أي حاجة عنها خالص، اللي هي بنسميها تجاوز البحار. دكتور الصوت مش واصل بوضوح، هنحاول حضرتك لو تقدر تتصل بينا من جديد. معانا اتصال تليفوني اخر، استاذ محمد ابراهيم من برنامج الفضاء المصري، مشارك معاكم يا دكتور. احد الشباب الجميل. اتفضل استاذ الجميل. محمد اهلا بيك، اتفضل معانا. اهلا بيك. انا بحب اشكر الدكتور رمضان حتى مصر دي على جهوده في خلال حياة برنامج الفضاء، وفي نفس الوقت احب اضيف ان احنا محتاجين الفتره ديت فعلا داعم جهود برنامج الفضاء عشان يستقل كنوادنا وكاله الفضاء المصريه، وده هيقود مصر كلها تكنولوجيا، تطوير تكنولوجيا، قطاع تكنولوجيا مهمه جدا في المصروفه الفتره ديت اللي هتطرق فعلا بمصر يعني. دكتور محمد دورك ايه بالظبط في برنامج الفضاء المصري؟ أنا مدير معمل تطوير واختبارات أنظمة الأمن الصناعية. المفروض إن إحنا بنبني دلوقتي سنتر للاختبارات القدر إنها تختبر أي كاتيجوري من أنواع الأمن الصناعية من أول سمول ساتلايت لغاية الميديم ساتلايت. دلوقتي بقدرات مصرية كلها. كيف يعني كأحد الكوادر الشابة في مصر التي تعاصر اطلاق مصر لقمر صناعي بتصميم
مصري ونحن بنتكلم عن رغبة وطموح في أننا نوصل لمراحل أخرى، مرحلة تجميع وخلافه. كيف ترى هذا المشروع وأهميته بالنسبة لمصر في الوقت الحالي؟ أولا الكوادر من وجهة النظر الفضاء الكوادر الأول برابط في برنامج في مشروع مصر الأول مع أوكرانيا، عندنا الكوادر الفنية اللي قادرة على تصميم وتصنيع كأمر جديد خاص تصميم مصري وتصنيع مشترك. فطبعا المشكلة في عندنا إمكانيات فنية كويسة، محتاجين دعم دولي أو استقلال يبقى إنشاء وكالة فضاء بحيث يبقى تقدر عندك قوانين تسمح لك إنك تعمل في المجال دوت مع المجال الدولي، لأن المشكلة إن أنت بتتعامل بتشتري بيها الحاجات اللي بتشتريها بيها كمواصلات والحاجات الخاصة بالسبيس نفس الهول أو نفس القواعد اللي بتشتري بيها حاجات خاصة بالتكنولوجيا الفضاء، فدي بتعوقنا جدا جدا إن إحنا نتعامل في شراكة أجنبية مع أي دولة أو أي شركة أجنبية شغالة في مجال الفضاء، فدي يعتبر أحد المعوقات. لكن غير كده إن إحنا عندنا القدرة الفنية إن إحنا نبدأ فعلا نعمل قمر صناعي مصري بنسبة كبيرة جدا. أعتقد دكتور محمد إن يعني من يستمع لهذا الكلام مصر كلها تكون فخورة بي وبوجوده على أرضها، وبيعطي خير مثال لخير الشباب اللي موجودين في مصر. دكتور محمد إبراهيم من برنامج الفضاء المصري بشكرك، ودكتور مدحت يعني تأذن لي نسمع دكتور أيمن فريد أبو حديد في رأيه عن فوائد هذا المشروع بالنسبة لوزارة الزراعة، ونرجع نتناقش من جديد. المصنع الثاني المصري سوف يكون خطوة جديدة وقوية في تطوير البحث العلمي بصفة عامة وفي تطوير الزراعة أيضا له دور كبير في العديد من الاستخدامات للقمر الصناعي المصري، خصوصا بما له من إمكانية انه يحدد مساحات الصور اللي احنا بنطلبها في المناطق الزراعية المختلفة، هيفيدنا كتير في عمليات استصلاح الاراضي وتحديد الاماكن الانسب لاستصلاح الاراضي، الاراضي المستوية ذات الخواص الجيدة، كل دي هتكون من مخرجات القمر الصناعي. ايضا المساحات اللي تم زراعتها من مناطق الاستصلاح ومتابعة جدية عمليات الاستصلاح في الأراضي المختلفة هتكون واحدة من النتائج الجيدة اللي ممكن نتحصل عليها. أيضا عمليات البناء على الأرض الزراعية والمباني اللي ممكن أنها تطلع في المناطق المفروض أنها مخصصة للزراعة متابعتها هتكون دقيقة عن طريق القمر الصناعي. الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والمراكز بتساعد كتير في تحديثها، وبالتالي إظهار الفرق في المساحة بين ما كانت عليه الحالة قبل وبعد الصورة، وده بيساعد كتير في عملية السيطرة على البناء على الأرض الزراعية. من الناحية تانية الأقمار الصناعية ممكن أنها تساعدني في حساب المساحات المزروعة من المحاصيل المختلفة، وبالتالي كمية الناتج المحصولي المتوقع، وبالتالي يساعدني على تنظيم عملية التسويق واستعادة القيمة بالنسبة للمحاصيل الزراعية. بالإضافة إلى ذلك القمر الصناعي ممكن يساعدني في تحديد المقننات المائية والحاجة للري بالنسبة للمحاصيل المختلفة في المناطق المختلفة، ويقدر يحدد لي أيضا انعكاسات ذلك على التسميد والحاجة للتسميد بالنسبة للمحاصيل المختلفة في الأوقات المختلفة. ده كان رأي دكتور أيمن فريد أبو حديد في إمكانيات الاستفادة المختلفة من القمر الصناعي المصري إيجيبتسات، وواضح أن هذا الموضوع يعني محل اهتمام شديد من كافة المواطنين. معايا اتصالات تليفونية من مواطنين عاديين من القاهرة ومن سوهاج، لو تأذن لي يا دكتور ناخدها. أستاذ محمد من القاهرة مساء الخير. ألو مساء الخير يا فندم. أهلا بك يا فندم. سلام الدكتور يا فندم. أنا كنت بأضيف هنا نقطة، إن أنا طبعا مع تحيزي وانتمائي البلدي، بس لو أخذنا النوادي كدول عربية يعني من البداية إنه يكون مشروع عربي وليس فقط مصر، هنا بعتقد ان في الحاله دي التمويل وقطعا في عناصر عربيه كبيره
ومصر دايما يعني احنا رواد ايام الهيئة العربية للتصنيع، وبعتقد اضافة الى هذا المشروع هي القوة العربية. ليه ما نشركش الامارات وما نشركش السعودية في حاجة هتفيدهم، واحنا هنبقى رواد في هذا الموضوع. وشكرا يا فندم. شكرا لمداخلة حضرتك. هنقول لك رأي الدكتور. معنا اتصال اخر من سوهاج. استاذ علي مساء الخير. استاذ علي من سوهاج مساء الخير. رأي استاذ محمد غاية في الأهمية. لماذا لا يتم إشراك الدول العربية في مثل هذا المشروع، ويكون مشروع نستفيد به يعني كذا بلد او بلدين؟ ما هي دي التكتلات اللي بنقول عليها، ان هو لازم اللي معاه حاجة يشارك بيها ضمن منظومة. بالزبط. والمنظومة تدار من خلال مستوى اعلى، وقلنا عليه الوكالة. طبعا الشيء الهم جدا، انا زي ما قلت احنا بس نسينا ان احنا مصريين. انا عايز اقول انطباعي وناتج خبرة وعمل مع الدول العربية. اذكى من قابلت في حياتي من الدول العربية. لما اتحطينا على المحك مع بعض وفي وجود اجانب تفوقوا بصورة مبهرة. واعتقد ان جه الوقت عشان ننهض جميعا سوا، مش مصر لوحديها ولا السعوديه لوحديها، لازم ننهض كلنا سوا بدون بقى ما نخش في المهاترات اللي بتتم. لا، هم لازم يعرفوا قدر الموارد البشريه اللي عندهم، واحنا عارفين قدر الموارد البشريه اللي عندنا، وفي اهداف ونحققها سوا. احنا ده في مشروع واستفاده مشتركه، وفي احد المشاريع اللي هتطرح من خلال منظمه الدول الاسلاميه ان شاء الله مشروع مشترك. وفي مشروع طرحته من خلال جامعة الدول العربية، ولكن للأسف ما خرجش. ولكن كأمر طبيعي مصر لازم هي اللي تقود القاطرة، وهتقودها في مجال الاستشعار أولا. وعشان نقودها في مجال الاستشعار احنا لازم نكبر، وعشان نكبر احنا بنخوض في مجالات كثيرة. ما بتكلمش على فلوس، أنا بتكلم على المكان اللي هتواجد فيه. أنا قلت لحضرتك المبنى بتاعنا كان بتاع الحاج عبد اللطيف الشريف. الحاج عبد اللطيف الشريف تقريبا دعا على اللي هيخش هذا المكان إن ربنا يسخطه. الحاج عبد الشريف سنة 82 عمل مخالفات مباني، ست رؤساء هيئات مش عارفين يحلوها. لما جه أوكل للهيئة برنامج الفضاء، طب قعدوهم فين؟ في المواطنين يعني لديهم العديد من الأسئلة. في معنا أستاذ إبراهيم من شمال سيناء. أهلا بك يا فندم أستاذ إبراهيم. طب معنا برضو أستاذ عصام من البحر الأحمر. مساء الخير. السلام عليكم. أهلا يا فندم، اتفضل. مساء الخير يا فندم. أهلا بك. والله حضرتك مصر كلها فخوره بالبرنامج دوت، وفخوره بالدكتور مدحت. الله يخليك، شكرا. طيب بس في سؤال صغير، يعني هل البرنامج دوت يعني في دول متربصه بينا طبعا ودول عارفينها كويس، هل الدول دي واجهزه الاستخبارات بتاعتها هتخلينا نكمل المشروع، ولا لحد حد معين ويقول لك كفايه على كده؟ استاذ عصام من البحر الاحمر بنشكرك. اوعدك ان محدش يقدر يقرب مننا، وده كان اول تخوف اتقال لي. نفسي يا دكتور والله. كان اول تخوف اتقال لي احنا مستهدفين. قلت له من بره ولا من جوه؟ قال لي من بره. قلت له لا، اللي من بره دول سيبهم علينا. الخوف من لما بنستهدف من الداخل، وهي دي الخطوره بتيجي من هنا. لا، محدش يقدر يحجر علينا، اقسم بالله ما حد يقدر. واللي عايز يجرب يعني. ربنا يعينك ويقويك ان شاء الله. كل شيء احنا فخورين بحضرتك وبالبرنامج. الله يخليك. الله يخليك. نشكرك استاذ عصام. استاذ ابراهيم يعني كان سؤاله وهو من شمال سيناء، كيف يمكن ان يساعد هذا القمر في تامين الحدود المصريه؟ ومن الواضح يعني ان هو عشان يعني بيعاني، لانه في منطقه طبعا شائكه طبعا. فبيتساءل عن لما نوصل الى رصد بعدد من الاقمار المشاركه في التصوير الى عدد معين، هنقدر نرصد كل شبر جوه مصر في كل لحظه.
لان قمر بيصور وبيعدي وبيجي اللي وراه بيصور وبيعدي وتستمر هذه المنظومه وبيروح في حته تانية يصوروا. فاحنا ده المستهدف ان شاء الله. وبدون دخول السعوديه عندها اقمار والجزائر عندها اقمار وفي دول افريقيه عندها اقمار. طب ما نصور كلنا. ايه المشكله ان انا اصور في السعوديه واجي اصور في مصر ولما اروح الجزائر اصور وكينيا واثيوبيا اصور لهم؟ هل هي يعني يستلزم الامر اتفاقيات ام موجوده بالفعل؟ اتفاقيات وهي بتعتمد اساسا على تبادل المصالح بين الدول نمرة واحد والقدره الفنيه على اداره مثل هذه التكتلات ودي موجوده بس يتوافق ان شاء الله يعني. ارجع حضرتك بقى اتفضل يا فندم حضرتك انت عاوز. احنا محجمين في الحته دي. المخالفه دي ما قدروش يصلحوها السيد رؤساء الهيئات لغايه سنه 98. سنه 98 وكل البرنامج الفضاء طب عايزين نقعد المهندسين فتعمل مخالفه صغيره بس تعمل امتداد المبنى. يعني في مخالفه اولانيه ومخالفه اجبرنا يعني مشكلتكم الان في الحصول على مبنى جديد للاستشعار عن بعد. يبقى سفه لو قلت ابني مبنى لان انا عندي قطع ارض ابني عليها استكمال والدراسات بتاعتها متقفله من امتى؟ بدات من 2003 ومتقفله ومتشاله كويس. طب ايه المشكله؟ ما انا سالت ايه المشكله؟ اتقال لا علينا مخالفات وغرامات. طب ماشي احنا اذنبنا في حق الدوله. احنا الحاج عبد اللطيف شريف بعتقد يا دكتور بعد الزياره القادمه اللي حضرتك بتقول انها تتم في القريب العاجل بإذن الله. والاحساس باهميه ما تقومون به ممكن ان تحل الكثير من مشكلات الهيئه. في سؤال ملح جدا ويعني ورد الى ذهني ونحن نتحدث عن الامن في شمال سيناء والذي ممكن ان يحققه هذا القمر من تامين للحدود المصريه. هناك تامين من نوع اخر كنا القمر غرضه التنميه. وبما اننا بنتكلم عن سيناء ودائما ما نتكلم عن الامال في تنميه سيناء الى اي مدى ممكن ان يساهم في ذلك؟ أزحرك. أولا سينا اتدرست على مراحل كثيرة وآخر تحديث للدراسات باستخدام تكنولوجيات أحدث قامت بها الهيئة في 2011-2012 لشمال سينا 12-13 لجنوب سينا وجميع الدراسات بجميع المواضيع اللي هي اللي تهم التنمية موجودة على السايت بتاع الهيئة والسادة المحافظين بيطلبوا بيقولوا أنا شايف الخرائط الجيولوجية أنا عايزها عايز الدراسات اللي قامت حقهم وحق الدولة. طب هل ممكن تاخدهم. أن يضيف هذا القمر إلى هذه الدراسات؟ استمرارية التحديث هذا هو المطلوب استمرارية التحديث لرصد طبعا بالإضافة إلى الموارد المخاطر. هنسمع عن السيول بتاعت سينا اللي بتحصل كل سنه بالظبط. هل ممكن يساهم القمر في ايه؟ في درء السيول ولا في التنبؤ ولا في ايه بالظبط؟ من ناحيه الدرء احنا المفروض نعمل دراسات ونقول المكان ده بيجي منه سيول نقدر ان احنا نعمل سدود او نحركها او نستفيد بالميه بتاعتها او كلام من. لكن احنا المفروض ان احنا من رصد تجمعات الميه نتيجه الامطار مع الارصاد المفروض نعرف حجم الميه اللي بتتخزن في اسفح الجبال والاتجاه اللي هتبتدي تتحرك منه وامتى وندي الانذار نقول خلي بالكم انذار السيل هيجي في هذا الاتجاه بعد بحجم لهذه الدقه طبعاً. ممكن يعني يعطيها من معلوماتها طبعا اذا كانت المعلومات دي محدثه وبوجود الامر يعني. معنا اتصال من دكتوره نجوى من البحيره. اهلا بك يا فندم. السلام عليكم. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي. اتفضلي. بنقول لحضرتك دلوقتي الصوت مش واضح. بالنسبه للعمل بهيئه الاستشعار عن بعد. ايوه. اتفضلي يا فندم. دلوقتي انتوا يعني بتقولوا بتطلبوا كوادر للعمل. مطلوب كوادر للعمل بهذا المجال. طب ليه ما بتشغلوش المهندسين الخريجين من معاهد التكنولوجيا الطيران في هذا المجال؟ دكتور مدحت اولا بناخد طبعا بناخد دي حاجه
معلش الاستاذه قالت معاهد الطيران. انا سمعتها معاهد الطيران. التخصص الهندسي في التخصص الهندسي وعلوم الفضاء من كليه هندسه وكليه علوم يعني، لكن المعاهد اعتقد بتاعه الطيران دي بعيده عننا شويه يعني، ف تخصص اخر يعني. لكن احنا بنطلب طبعا، وجهاز المركزي للتنظيم والاداره بيوفينا بصفه دوريه يعني. مشروع التخرج، مشاريع التخرج بتاعتهم بتبقى عن، بيبقى عن الاستشعار عن بعد. مشاريع التخرج بتاعتهم بتبقى عن الاستشعار والله في بعد. في مجال الاستشعار احنا خلال السنتين اللي فاتوا احنا زودنا الكوادر اللي عندنا بنسبه 50%، وما زلنا فعلا في حاجه، ودي بنبعتها للتنظيم والاداره، لان الهيئه طبعا كيان قائم حكومي، فبيجي بالدرجات بتاعته من التنظيم والاداره. احنا فعلا محتاجين، ولكن بيتم من خلال التنظيم والاداره. لو في حد شايف عنده كفاءه في استخدام تكنولوجيا الفضاء في عمليه الاستشارة عن بعد، اهلا وسهلا، يقدم السي في ويعلن عن نفسه، واحنا في عندنا اجراءات بنعين بيها وبدون محسوبيات وبدون اي حاجه، عشان بس دي تبقى حاجه لازم تبقى معلومه للجميع. توجه لفين بالظبط يعني؟ الشباب ده توجه لفين؟ اللي شغال في المجال الاستشارة عن بعد عندنا السي في قدمها لنا، اهلا وسهلا في الهيئه، يقدمها في الهيئه. بنشكرك استاذه نجوى، ومعانا استاذ منشاوي من المنوفيه، اهلا بيك يا فندم. استاذ منشاوي اتفضل يا فندم. حاول ان تعاود الاتصال مره اخرى. دكتور، كنا بنتحدث عن التنميه في شمال سيناء وما يوفرها، ما يوفره القمر الجديد من صور تمكن من مزيد من التحديث للبيانات اللي كانت قد تمت من قبل دراستها. ايه ايضا ممكن ان يضيفه؟ هو نمره واحد ان هو بيضيف البيانات. النقطه اللي نقدر نضيفها كهيئه الدراسات اللي بتتم على هذه البيانات، ولكن يتبقى نقطه مهمه وهو الرغبه الحقيقيه في تنميه سيناء. المعلومه اللي يمكن ما سمعش حد بيقولها، انا ما بجاملش حد، جهاز تنميه سيناء شغال في منظومه مع محافظه الشمال ومحافظه الجنوب، واعتقد ان ناتج المجهودات ديت هيحسوا بيها تماما رغم الظروف الصعبه اللي هم فيها، ولكن في مجهود عظيم جدا. أنا كنت عايز أطمن على الدور اللي بتقوم بيه جهاز تنمية سيناء، وتيقنت إن هم من نجاح إلى آخر يعني بالتعاون مع المحافظين، فإن شاء الله هيقدروا يعملوا حاجة كويسة في سيناء إن شاء الله. يعني إحنا دورنا فني، تقديم الدراسات، تحديث البيانات، تقديم الصور، وإحنا ما بنتأخرش، وأعتقد إن هم يعني مع السادة المحافظين الدكتور. طب دكتور، اكتر الوزارات اللي بتستعين بخبراتكم ايه من وزارات الدولة؟ لا، هي كل الوزارات، هي المية بس اللي بتبعد عننا، ما اعرفش ليه. اكتر وزارة دايما بتستعين الزراعة والبيئة. الزراعة والبيئة. طيب نرجع لموضوع حضرتك اثرته، وهو شباب هذه الايام وتطلعاته احتياجاتكم لنوعيات معينة من الشباب زي الدكتور اللي تفضل معانا من برنامج الفضاء المصري، ومدى اهتمامهم بالتنمية الحقيقية في مصر. إلى أي مدى حضرتك بتستشعر هذا الاهتمام لديهم، وإيه الأسباب إذا كان تراجع؟ بس عليك، احنا طبعا كهيئة في مجال تطبيقات الاستشعار وكبرنامج فضاء في تكنولوجيا الاستشعار بندعو او بنرحب بالدراسات، بالطلبه اللي هم التدريب العملي بيجوا لنا، بنستضيفهم، اعتقد بنستضيفهم كويس، بنطلعهم على واقع الامور، بنشركهم معانا لو اتيح الوقت. هل قبل ما يبداوا معاكم في العمل بيبقى في فتره تدريب وتدريب في
نقدر نقول ايه النقاط المحدده اللي هيعملوا فيها ولا تدريب عام؟ اهلا حضرتك. المتدربين عندنا اللي بيخشوا التدريب ومن اول لحظه بنقول له سيتم الاختيار لعدد من العدد من الاجمال المتقدمين. بياخد بوكت ماني علشان نضمن انه هيجي. في ناس بيجوا من محافظات ومن الممكن يكون في صعوبه ان هو يصرف الانتقال او ياخد بوكت ماني يكفيه. بنديله التدريب وبنديله كمان مشروع بنصرف عليه في الاخر ويتم التقييم. يا يستمر يا ما يستمرش. ما بنجاملش فيه احد. حقيقي ما بنجاملش فيه احد. رغم ان هو في ناس منهم بعد ما اقول لهم متشكرين لم يوصلكم الاختيار لاسباب واحد من ثلاثه بيخرجوا يشتكونا. والمحسوبيات واختاروا ابن مين. تعال شوف ورقه الاجابه بتاعته. تعال شوف بتاع دوت التقييم بتاعه. تعال شوف المشروع بتاعه. طب هل ما ده السؤال برضو بيطرح نفسه، هل بيتم التعامل فيما بينكم وبين الجامعات المصرية في مراحل التعليم المختلفة بحيث ان من المرحلة الاولى في التعليم يخرج لك الطالب اللي حضرتك محتاجه في مثل البرنامج اللي بنتحدث عنه؟ يعني لما بنقول على برنامج فضاء مصري، لما بنقول على وكالة فضاء مصرية، ده مش اي نوع من الطلبة ممكن يساهم فيه او يشارك فيه باي شيء. انا مش فاكر ترتيبها في ضمن المهام بتاعه وكاله الفضاء، ولكن باقرار مجموعه من المناهج المحتوى بتاعها اللي يدرس في الجامعه للي عايز يجي يشتغل في المجال. طب ده هل موجود في الجامعات المصريه؟ في ما عدا جامعه القاهره لا. طب هل هذا الامر خاطبتم به مثلا وزاره التعليم العالي؟ لا، هو بقى مطلب لان هو يبتدي يطرح في المناهج ويدخل في المناهج عشان تستفيدوا بيه في السنوات القادمة إذا أردنا يعني مثل هذا المشروع العملاق لمصر. هو بقى مطلب للطلبة والدارسين في الجامعات بعد ما عملوا معنا احتكاك وبعد ما سمعوا عما يدور فعلا من الشباب داخل هذا البرنامج في جامعات. الطلب منهم استحداث كورسات للساتلايت، وده مؤشر لنجاح البرنامج. انها حكايه بقى المنظومه اللي بتضم مراحل التعليم ما قبل الجامعي من طب دعنا نتحدث عنها باستفاضه، لان هناك خبر عاجل، هناك انفجار في منطقه قوم الاخضر في محافظه الجيزه، ومعنا زميل رمضان الشحات. رمضان، وفينا بتفاصيل اكثر عن هذا الانفجار، واين انت بالتحديد؟ سحر، انا بالتحديد في منطقه القوم الاخضر في الخط الفاصل ما بين شارع المستشفى وشارع ومنطقه الطوابق. الانفجار كما ذكرت فيها بعض المصادر الشرطيه في هذا المكان انه قد وقع في تمام الساعه 10:15. الانفجار وقع لسياره هونداي كان يستقبلها مواطن يدعى اسلام، كان يجلس على المقهى المقابل لهذه السياره، وعندما قام بتشغيل محرك السياره انفجرت السيارة. هناك بعض المصادر الشرطية أكدت لي أن الانفجار قد يكون القنبلة قد تم وضعها في ماتور السيارة، ولذلك عندما قام بتشغيلها وقع الانفجار. وهناك بعض المصادر الأخرى التي قالت لي أن الانفجار قد وقع عندما قام صاحب السيارة بالجلوس بداخلها، فقام أحد بتفجيرها عن طريق الموبايل. ولكن الصورة الآن هو أن شارع قصص تم إغلاقه بالكامل في الاتجاهين القادم من المروطية إلى ميدان الجيزة، وهذا الجزء أيضا في الجزء المتجه من الجيزة في اتجاه المروطية. هناك بعض الفرق، هناك بعض فرق الكشف عن القنابل قد وصلت الآن، وأنا أرى في أمامه في الصورة أن مدير الأمن قد وصل منذ لحظات لمحاولة استطلاع الموقف. لكن الامر الغريب في هذا الموضوع ان هناك بعض المصادر قد ذكرت ان هذا الانفجار قد وقع لضابط، ولكن ضباط الشرطه في هذه المنطقه قد نفوا هذا الوضع تماما، وقالوا لي ان بعض شهود العيان او بعض سكان هذه المنطقه الذين يعلمون هذا الرجل الذي يدعى اسلام قال لي انه كان دائما ما يتباهى بوضع كاد يخص ضباط الشرطه او بعض العلامات التي تؤكد انه من احد ضباط الشرطه. هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الاسعاف، وهناك ايضا تجمع لعدد كبير من المواطنين في هذه المنطقه في محاوله منهم لاستطلاع الامر. المصادر
رمضان، هل هناك أي إصابات غير هذا المواطن في السيارة؟ يعني شهود العيان أكدوا لي أن هذا أن إسلام كان يستقل الطيارة مع أحد أصدقائه وقد وقعت به إصابات، قالوا لي أنها طفيفة وقد تم نقلهما مباشرة إلى مستشفى الهرم منذ لحظات. رمضان الشحات من كوم الأخضر في محافظة الجيزة، سنحاول في خدمتنا الإخبارية القادمة معرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الانفجار من جديد. برجع إليك دكتور مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد. سيادة كنت تتحدث عن المنظومة التعليمية والاحتياج إلى مناهج تساعدكم فيما بعد لاختيار الشباب في مشروع مصر المأمول. تمام. تمام. في برنامج فضاء مصري. زي ما بقول لحضرتك ان هو في مبادرتين، مبادرة خاصة بالتعليم قبل الجامعي، وديت مع معالي الدكتور محمود ابو النصر والاستاذ عايده ابو غريب. يعني احنا هنقولها سريعا المبادرتين لان وقتنا ازف يا دكتور. فديت بنستهدف بها كل من هو في المراحل ابتداء من الكي جي لغايه الثانوي. المرحله الاخرى اللي هي التعليم الجامعي، وهي اقرار الماده العلميه اللي تدرس في السنوات النهائيه اعتمادا على المواد الاساسيه اللي تم تدريسها، وهي كثيره ولا بد من تخصيص ماده ليها ولو اختياريه للطالب اللي عايز يدرس. احنا عندنا مقترحات قدمناها للي طلبها، ولكن لازم تتم على مستوى كبير يضم الجامعات. يعني دكتور احنا حاولنا بشكل مبسط ان نعرض امل مصر في الفتره القادمه ومستقبلها ومكانتها من خلال نيل مساحة ما فضائية وإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد ببعض المجهود أيضا المصري، والأمل في وكالة فضاء مصرية، ولعل من يستشعر في المرحلة القادمة أهمية مثل هذه المشاريع بالنسبة لمصر وشباب مصر. ونشكرك يا دكتور ومبروك لينا جميعا ومبروك لمصر كلها، ان شاء الله يعود بكل الخير والنفع على كل باذن الله ان شاء الله. متشكر جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا. اشكر لحضراتكم حسن اصغائكم والى اللقاء.